وقفتنا اليوم كشعب فلسطيني تضامنا مع أسرانا البواسل لنعلن للجميع أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يترك أسراه البواسل فريسة لهذا الإجرام ولهذه العنصرية الصهيونية. نحن كشعب فلسطيني من خلف أسرانا البواسل جميعا متراصين كالبنيان المرصوص في مواجهة هذا الحقد الصهيوني، في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني، في مواجهة مصلحة السجون التي تبتكر كل يوم طريقة للتنكيل بأسرانا والتضييق عليهم من أجل أن تجعل حياتهم كابوسا مرعبا. نصرخ في وجوه هؤلاء الصامتين لنقول لهم تحركوا، تحملوا مسؤولياتكم تجاه هذه القضايا الإنسانية، وإن لم تتحركوا فلا ضمير لكم وتكونون قد فقدتم كل إحساس بالإنسانية وبالإنسان. نحن نطالب الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام بأن يتحرك تحركا سريعا من أجل إنقاذ حياة بلال كايد وزملائه المضربين عن الطعام. المجد لشهدائنا والشفاء للجرحى. للكل الفلسطيني علينا أن نضع الآليات والميكانيزمات الضرورية لوضع قرار الإجماع الوطني الفلسطيني بضرورة تدويل قضية الأسرى موضع ممارسة وتطبيق ما تمارسه إسرائيل من اعتقال واسع، من اعتقال إداري، هو انتهاك للقانون الدولي، للقانون الإنساني، لكافة المواثيق والأعراف الدولية. آن الأوان لسرعة التحرك قبل فوات الأوان من أجل الضغط على إسرائيل لوقف العمل بالاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين.